السلام هي ليش اللي اجت لهون قعدت يومين هون بس المطار يعني المحل كانوا عاقلينه هلا اخذتهم فرق هم دغري بيقطعوا ايه تكرم عينك هلا انا دغري بس يخلص حكي مع سيدنا ذاتك شبهنا هولي الثلاثة اللي ضحوا هن اليوم هالصلبان الجداد اللي عم نرفعهم صوب ربنا ويمكن هيدي هي الطريق لأنه بدون صليب ما رح نحصل على القيامة ودائما من بعد الألم في فرح وإن شاء الله اليوم يكونوا كمان عم يشاركونا من عند ربنا بهالصلاة الجنائزية ويكونوا مبسوطين بكل شيء عملوا بحياتهم على هيدي الأرض نحن مو ذنبنا نحن نكون ضحية سياسات كبرى دول عم تتآمر على المسيحية الشرق نحن ما رح نترك بلادنا لو بدون يدبحونا لو بدون يقتلونا نحن مشتركين بلادنا وشبابنا وكلنا فدا الوطن وطننا غالي علينا كتير وأرضنا غالي كتير نحن عمرنا البلد ونحن أساس هالبلد وإذا هن بيعرفوا صحيح مين أساس هالبلد ما بيعملوا اللي عم يعملوا الله يعم السلام وترجع معلولة مثل ما كانت معلولة أم القديسين درب المسيحية هي